مساء الخير، اهلا ومرحبا بكم في صالون عن المنيون الثقافي رقم 534. مساله التعدديه الثقافيه والتنوع الثقافي اصبحت فرض نفسها في ال 30 سنه الاخيره، ولا سيما بعد تغول العولمه. مساله انه بقى في سيوله ومرونه اكثر في الهجرات للعالم الغربي، امريكا واوروبا تحديدا، بالتنوع بقى الاثني والتنوع الديني والعرقي، الثقافات المختلفه والتقاليد المختلفه والاديان المختلفه. تعتبر التعددية الثقافية أحد إرهاصات ما بعد الحداثة، وللوهلة الأولى يبدو أن العنوان أو القيمة محببة للجميع. التعددية الثقافية يعني تمازج أكتر، اندماج أكتر، قبول للآخر أكتر، ولكن الحقيقة إنه في إشكاليات حصلت نتيجة هذا المصطلح أو هذه الفكرة، مسألة التعددية الثقافية. ليه؟ نتخيل في لحظة من اللحظات، وده واقع مش في العالم الافتراضي، رجلا قدم من الشرق الأوسط ومعه 4 زوجات لألمانيا، وأسرته مكونة من 40 فرد، ما هو 4 زوجات وأبنائه. وفي إطار مفهوم التعددية الثقافية اقبلني بفكرة تعدد الزوجات اللي هي مرفوضة في المجتمع الأوروبي. أنا عندي قناعة بقيمتي الشرق أوسطية أو الإسلامية أو العربية، إنه أنا مش عايز اختلاط لأبنائي في التعليم، مش عاوز بنتي تحضر حصة التربية الرياضية اللي فيها سباحة ومايو. وهنا مسألة التعددية الثقافية حصل فيها إشكال. هذا الإشكال مفاده الصراع العلماني الأصولي. يعني إيه؟ في إطار الصراع العلماني الأصولي، هل يمكن أن نسأل سؤال أيهما يمكن أن يقبل الآخر؟ أو بمعنى أصح، هذا الصراع لا ينتهي إلا بحل صفري، أن يقصي أحدهما الآخر، العلماني يقصي الأصولي أو الأصولي يقصي العلماني. بوضوح شديد وبدون أي توجه أيديولوجي، العلمانية يمكن أن تحتوي الأصولية، والعكس ليس صحيح، لأن الأصولية إذا احتوت الآخر ما بقتش أصولية. ولكن أي مساحة للعلمانية في احتواء الأصولية؟ يعني النهاردة لما نيجي نتحدث عن أفكار ربما تهدم المجتمع وربما تهدم القيم الحدثية اللي تشكلت على مدار قرنين أو 3، ودلل على ذلك في لحظة من اللحظات، إذا كنا بنتحدث عن قيمة المساواة أو قيمة المواطنة أو الدولة الوطنية الحديثة أو الحريات، ونجد أن في إطار القبول للعلماني للأصولي ينقلب على هذه القيم، هل يمكن أن نعتبر هذا منطلق حميد للفكرة أو تطبيق جيد للعلمانية أو للعلمنة؟ ودلل على ذلك عشان ما نخشش في إطار نظري. 25 يناير كان المتصدر المشهد أو الشارع أو الاجتماع أو الإعلام التيارات الأصولية، التيارات الإسلامية، تيارات الإسلام السياسي، رفعت شعار الحريات السياسية. طب وما بعد الحريات السياسية؟ الحريات الاجتماعية فين؟ الحريات الشخصية فين؟ الحريات الدينية فين؟ لا، أنا بس طالب مشاركتي السياسية، وحتى هذه الحرية السياسية سينقلب عليها. وهنا حصل تداخل في المفاهيم أو القيم، وأصبحت الحرية أن يفعل الفرد ما يريد ولا يجبر على فعل شيء، أن الحرية من المنظور الأصولي هو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وأصبحت المساواة أنه لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى. مسألة المساواة بين المسلم والمسيحي أو المسلم وغير المسلم غير موجودة. مسألة الحريات الخاصة بالمرأة والأقليات الدينية غير موجودة. نتيجة إيه؟ نتيجة هذا الغياب لفهم المحددات الحدثية وتصادمها بمسألة استغلال التيارات الأصولية للقيم الحدثية أو قيم ما بعد الحداثة في الانقلاب عليها. وشفنا الكأس العالم الأخير اللي خلص قبل أيام هذا الصراع متجلي. يعني عندنا مشجعة مصرية راحت روسيا في 2018، حد قال لها لا الحجاب، أصل احنا في روسيا ما عندناش حجاب ولازم تحترم قيمنا وعاداتنا؟ المشجعة التونسية في ألمانيا سنة 2006، المشجعة المغربية في 98 في فرنسا، لم يحدث ذلك. ولكن الفرنسي والروسي والأمريكي والغير ديانة الأغلبية الإسلامية في الشرق الأوسط لما راح قالوا لا، مفيش كحوليات، مفيش حريات جنسية، مفيش أي ممارسات تصطدم بعادتنا وتقاليدنا، وأصبحت القيم والتقاليد والعادات في اتجاه واحد فقط، تصب اتجاه الأصولية في العقلية والذهنية الأصولية. هذا اللقاء يأتي بعنوان التنوع الثقافي والحداثة. الحقيقة أنه أنا طبيعي بقدم محاضرنا في كل صالون أقول ضيفنا، هذه الكلمة لا تليق بصاحب مكان وله دور بالغ الأهمية على القضية أو التيار العلماني المصري بشكل عام، وتأثير ودعم
غير متوقف وغير محدود لحركة علمانيون، ولا أبالغ يعني أنا حتى مش أقدر أقول إنه داعم لعلمانيون أو واقف في ظهر علمانيون، لكن أنا أقصد هذه الكلمة هو مؤمن جدا بمشروع حركة علمانيون، ولم تحتاج له الحركة في أي مشورة أو في دعم إلا وكان سباقا في هذا السند وهذا الدعم لحركة علمانيون. أدعو حضراتكم للترحيب بمحاضرنا الكبير المفكر والقيمة والقامة المصرية قبل أن يكون العلمانية، دكتور خالد منتصر. تتشرف حركة علمانيون أنها بتستضيف النهاردة. شكرا جزيلا، ألف ألف شكرا. تفضل يا دكتور. شكرا جزيلا على هذا التقديم، وشكرا للحضور، وزي ما بيقولوا لتجشم عناء المجيء من أماكن مختلفة، وشايف كل الأعمار، شايف يعني لسه عشرينيات، وشايف يعني كل الأعمار موجودة، والأفكار طبعا. ويعني الحقيقة أنا مبسوط جدا جدا بأننا النهاردة في الحركة اللي يمكن تمت ولادتها وتشكلها بالتدريج كده على إيدينا جميعا. وأبدأ بالسؤال اللي بيهمنا كلنا، ليه إحنا الوحيدين اللي بنخاصم الحداثة؟ احنا هنتكلم، قبل ما نتكلم عن الحداثة ونعرفها، عايزين نتفق على ان مفيش حد في العالم على خصام مع الحداثة الا للأسف اتباع الدين الاسلامي بصراحة كده، ونقولها بوضوح. الهندي بيستطيع ان يعني يتمازج ويندمج في المجتمعات اللي بيروحها بدون اي مشكلة، والبوذي والشنتو وكل الأديان والأجناس والأعراق إلا إحنا. عدد الحركات المتطرفة في العالم التي تنتمي للإسلام هي اللي أخذ الأغلبية، محدش يقدر يعني يتناقش في المسألة دي، يقولك أصل في فلان بيعمل فيه واحد اتنين تلاتة، لكن أغلب الحركات المتطرفة تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي. ده لابد يعني يحطنا في موقف تساؤل، ليه لما الباسبور يبقى عليه محمود ولا عبد الرحمن بيزعج موظف المطار بره في أوروبا وأمريكا؟ ليه الكاميرا الخفية في أوروبا بقى فيها فقرة مهمة جدا، وهي أن يترك واحد الحقيبة في الميدان ويجري ويقول الله أكبر؟ وصلنا إلى مثل هذه المسألة، إن الناس فهمت إن واحد بيحط شنطة ويجري ويقول الله أكبر يبقى في حاجة مصيبة هتحصل. الحقيقة يعني ده ملوش علاقة بدين معين، و ملوش علاقة بإن في مكتوب كتاب معين ألا تندمج في هذه المجتمعات وإلى آخر، لأن الحقيقة إحنا كنا دولة مسلمة في الخمسينات وفي الأربعينات، وما كانش عندنا المشكلة دي خالص خالص. فلازم نتفق أولا إن إحنا عندنا مشكلة، يعني لو اتفقنا ان احنا عندنا مشكلة هنقدر نكمل المسألة. الذي يغفل ان احنا عندنا مشكلة، ومشكلة جسيمة، ومشكلة خطيرة في الاندماج مع المجتمعات الاخرى وبينكر ذلك، اكيد هو اللي عنده مشكلة. بدليل يمكن زي احمد ما قال، المونديال من الثلاثينات، والمونديال بيتعمل وكاس العالم بيتعمل من كل أربع سنين، ومفيش أي نوع من أنواع المشاكل اللي حصلت في كأس العالم الأخير. كأس العالم الأخير النسخة المنظمة اللي فيها صرف رهيب، اللي كشكل طبعا كانت رائعة،
بالإمكانيات المادية. لكن ما حدث من كوميديا سوداء داخل المونديال الحقيقة خلى هذه المسألة مسألة ملحة جدا. هذا السؤال برز بشكل عنيف عندما يذهب داعية هندي مطلوب في بلده انه يتقبض عليه ويذهب بدعوة انه هيدخل الناس في الاسلام، ثم يذهب ابن داعية ابن الحويني وكأننا في ماراثون وسباق، انا دخلت 30 في نص ساعة وده دخل 20 في ربع ساعة، وبدأت سباقات كيف تدخل الأجانب في الإسلام بدون معلم، يعني كده حاجة. وبقينا بقى نشوف فقرات كوميدية الحقيقة على الفيديو، واحد ما بيعرفش أي حاجة خالص، ما بيعرفش أي حرف في اللغة العربية، وتلاقيه قاعد يردد وراه، أو مثلا داعية كبير قوي يقول أنا دلوقتي هقرأ كلام عادي جدا واروح قاري كلام القرآن وهتشوف هيحصل ايه للفرنسي. كان واحد فرنسي، فالفرنسي لا عارف فرق بين ده وبين ده، مع انه بينغم هنا وبينغم هنا. فاحنا الحقيقة اللي تبرعنا من تلقاء نفسنا ان احنا نحط الدين الاسلامي في هذا الموقف الاختباري الذي لم يطلبه مننا، زي ما حصل قبل كده واتكلمت في الاعجاز العلمي. الحقيقة لا القرآن طلب منك ان انت تخليني كتاب علمي، ولا الدين الاسلامي قال والنبي يا جماعة دخلني في الفيزياء والكيمياء، نفس الحكاية. فمسألة الهستيريا اللي بتسكننا والوسواس القهري ان احنا ندخل اهل وزمالك مع الأديان الأخرى ونستلب منهم أفرادا، الحقيقة ده موقف محير جدا ولا يوجد بصراحة إلا عندنا بصراحة شديدة. يعني لكم أن تعرفوا أن مثلا ستيف جوبز، هذا الرجل العظيم اللي عامل يعني أعظم الاختراعات التكنولوجية في أبل، هذا الرجل اعتنق الجوزية قبل ما يجيله سرطان البنكرياس، وعجبته الهندوسية وقرى فيهم واعلن ان هو بقى. عمري ما شفت الصين يعني فرحت جدا جدا بدخول مثل هذا الرجل. الرجل ايه بقى؟ التقيل قوي 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 في العالم، اللي لا يوم ما ينضم للبوذية بمفهومنا هيعمل ثورة. لا هو عويس اللي ساكن مش عارف فين، ولا كاميليا اللي قاعدة فين اللي هي لما دخلت الإسلام هنعمل لها فرح. وخد عندكم نجوم أمريكان كتير جدا من الفنانين عادي جدا جدا يقوم الصبح بعد قراءاته في البوذية أو الهندوسية يعني خلاص يقول انا بحابب البوذية ويروح داخل البوذية. نجوم كتير قوي 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 يعني ليس هنا المجال لذكرهم يعني، ولكنهم نجوم لهم بصمات قوية جدا. طيب هنا بقى ده يقودنا، احنا اتفقنا ان في مشكلة. طيب يا جماعة ايه الحداثة؟ يعني احنا بنقول ان احنا بنخاصم الحداثة، والحداثة أو الحضارة الحديثة في حضارة إنسانية، والحضارة الإنسانية دي ماشية من أيام العصر الحجري، حضارة ورا حضارة ورا حضارة ليها مفردات بتلم العالم كله، ومن هو خارج هذه المفردات هو خارج التراك بتاع الحضارة تماما. وفي حضارات محلية، الحضارات المحلية دي بتقوم وتندثر، حضارة رومانية، حضارة إسلامية، حضارة صينية، حضارة سومرية، حضارة أشورية، بتقوم وتندثر. لكن الحضارة الإنسانية الكيرف بتاعها ماشي لقدام ولها مفردات معينة. من لا يحترم هذه المفردات هيخرج من التاريخ.
فالسؤال هل نحن عرفنا واحترمنا مفردات الحداثة اللي هي ايه؟ يعني لو قلنا مثلث الحداثة، ايه هو مثلث الحداثة؟ ثلاث حاجات: حرية الفرد، مرجعية العقل، ونسبية الحقيقة. التلاتة دول هما اللي بيجمعوا الحداثة في العالم كله باختصار. طبعا الحداثة مكتوب فيها آلاف الكتب، لكن احنا بنحاول نقول ايه يا جماعة التلات حاجات اللي ممكن نتفق عليهم على ان دي الحداثة اللي بتجمع الحضارة دلوقتي. حرية الفرد. الفرد مش نسخة كربونية من حد. كل فرد في المجتمع فرد مستقل. ما ينفعش نبطط كده بالبلدوزر كل الناس ونخليهم كده زي العيون الصينية يعني، أو حبات الفاصوليا زي كلهم شبه بعض. لا، الفرد يتمتع في الحداثة بخصوصيته. يعني احنا بنستغرب قوي لما نروح بره وتلاقي محدش بيبص على حد. واحدة لابسة جيبة قصيرة، ماشية بشورت، مش عارف ماشية بايه، محدش بيبص عليها. واللي يبص اكتر من زمن معين يبقى اخترق خصوصية هذه السيدة. فمسألة حرية الفرد وهذا الحاجز او هذا الصندوق اللي انا ماشي فيه اللي ما يخترقوش حد، انا حر ما دمت لا اضر. فحرية الفرد مش محترمة، مقدسة في الحداثة. وما ينفعش أدوب هذا الفرد وأقول إن عشان في قواعد دينية معينة مثلا إن أنا لازم أدخل للفرد دوت ومزق هذه الخصوصية بدعوة أن هذه طقوسي الدينية مثلا. مثال: ميكروفون الجامع. هذا الميكروفون هو اختراق لخصوصية. وميكروفون الجامع وميكروفون الملاهي، يعني عشان بس ايه الناس هتقول لك هو انت يعني عشان ميكروفون جامع هتقعد تقول اي صوت عالي وضوضاء تدخل علي مكاني اذا هو اختراق لخصوصيتي. في زمن في موبايل وفي ساعة وفي راديو وفي تلفزيون وفي مليون حاجة تحدد التوقيت، عندما تقول لفلان ما تركبش ميكروفون على بلكونتي او تطلع والناس نايمة ولا في حد بيذاكر ولا حد عيان وتتكلم او مش تتكلم بقى، يعني تعلي الصوت جدا جدا في الميكروفون، اذا هو عدم احترام لحرية الفرد والخصوصية. والمتدين يقول كده كمان. وعلى فكرة في رجال دين كتير قوي لما الواحد مثلا يدخل في جدل مع واحد ويروح خلاص رجل الدين قال كذا كمان على الميكروفون وهاجم الميكروفون، لا، وكأن الميكروفون أصبح الفريضة أو الركن السادس في الإسلام. وفي مقال مشهور جدا جدا للدكتور فؤاد زكريا بيناقش في مسألة الميكروفون بتاع الجامع وإزاي هو اختراق لهذه الخصوصية. يبقى أول حاجة حرية الفرد ودينا بيها مثال يعني، وطبعا دي ما اتطبقتش في المونديال خالص بالنسبة للناس على كافة الأصعدة يعني.
نيجي لنسبية الحقيقة. احنا الحقيقة على خصام مع الحداثة لاننا عندنا ايمان شديد بان الحقيقة ذات وجه واحد، مش زي قطعة الكريستال كده ليها اكتر من زاوية، لا هي واحدة. وهذا يتنافى تماما مع العلم. العلم بيقول ان يا جماعة تعريفي اللي هو العلم يعني تعريفه انه القابل للتكذيب، هو ده تعريف العلم، انه لازم يبقى نسبي. يعني لو احنا احمد جاء قال لي انا لو قلت مثلا ان في جن معانا في الأوضة واحنا بنتكلم دلوقتي، هقول له انت مقتنع بان في جن وعفاريت معانا؟ دي خلاص اقتنع بيها، لكن هل ده ممكن اكذبه؟ مادام مش قابل لان انا اكذبه او اجري عليه اختبارات، اذا ده مش علم. لو قال انا بحب المكان ده قوي برضو مش علم، هقول له لا احبه زي ما تحبه، في واحد تاني ممكن يكره. لكن لو قال لي المكان دوت تحته مثلا بترول او في ذهب او منجم مش عارف ايه، هقول له خلاص بيني وبينك ان احنا نختبر ونجيب مجسات ونحفر وكده، ولو طلع فيه بترول يبقى انا صادق، ولو ما طلعش فيه بترول يبقى انا كاذب. يبقى اذن لابد ان نحترم ان الحقيقة نسبية. ما يندرج تحت المطلق ان هو لا تجادل يا اخي وما تتكلمش فيه، ده مش علم. عشان كده مسألة ان اطلق على رجال الدين في اي ديانة علماء، هذا كلام غير علمي، يعني ده تعبير مهذب. لانك لو انت عالم يبقى تعالى ملعب العلم، تعالى لي ملعب العلم، هتقول لي انا عالم حديث مثلا. طب كويس جدا، انا حطيت العنعنات والعنعنات دي عن فلان عن فلان عن فلان، قاعدتها ان مفيش حد في العنعنات دي لا كذب ولا عمل ولا سوى ولا 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 ولا، اقول له ده رايك ومعاييرك اللي انت حطيتها، لكن لو واحد في العنعنات دي، في واحد في العنعنات دي اخذ فلوس من بيت المال، اخذ فلوس بيت المال وراح واخدها وماشي، ودي حكايه شهيره جدا جدا، وعلي ابن ابي طالب بعت له جوابات يا عم انت اخدت فلوس بيت المال. في الاخر اخر خطاب بملخصه يعني اعمل اللي انت عايزه. طيب هذا الرجل في العنعنات بمعاييره لم يفعل لم يكذب، وراجل كان من الصحابه وهو الى اخره. طيب في ملعب العلم هقول لك ان انا بعتبر ان اخدان الفلوس من بيت المال ده شيء في منتهى الخطيئة، مش الخطأ. فازاي عايز تبني كل هذه الاشياء اللي بتتحكم في حياتنا دلوقتي على عنعنات وتسميها علم؟ عايز تقول علم يبقى لازم نتكلم في اشياء تجريبية ومفيش فيها اي خطوط حمراء. العلم ليس فيه اي خطوط حمراء. يبقى اذا احترمنا ان الحقيقة نسبية مش مطلقة، يبقى نحن سنتصالح مع الحداثة، زي اذا احترمنا حرية الفرد. نيجي لتالت ضلع وهو مرجعية العقل. لابد يا جماعة
الدنيا تقدمت والحضارة الغربية تقدمت بمرجعية العقل. يعني زي ما تستغرب ان مفيش عفاريت ولا جن ولا حاجة بتركب الا العرب والمسلمين. يعني عمري ما سمعت مثلا ان انجلينا جولي جالها جن لبسها، لكن تلاقي فنان عندنا وفنان يطلعوا يقول لك اصل الجن والعفاريت وطلع لي وعمل لي. لما واحد يستولي على 300 مليون جنيه في اسبوع ومفتاحه كان مع الناس في اسوان اقنعهم بانه شاف السيدة زينب في المنام اللي بيسموه مستريح اسوان، واي نظرة عابرة من اي حد في تالتة ابتدائي لشكل وملامح هذا المستريح هيعرف انه نصاب دولي. الملامح مش هقولك الكلام. هذا المجتمع اللي يضحك عليه ومجتمع فقير اللي يبيع جاموسته واللي يبيع ارضه واللي يبيع شقته عشان يلم 300 مليون جنيه لواحد كل رأس ماله في الاقناع انه رأى السيدة زينب في المنام. اقدر اقول ان المجتمع ده هيتقدم بديمقراطية الصندوق؟ ده سؤال. عشان كده أهمية العلمانية اللي احنا بنتكلم فيها، لأنه وهم كبير أن نتحدث عن أن الإنقاذ أو طوق النجاة هو ديمقراطية صندوق الانتخابات. تطلع من إبلي تروح بحري تلاقي الآلاف رايحين بلاعة صرف صحي عشان جاية من جامع بيعالجوا بيها الامراض الجلدية. انا طبيب امراض جلدية اساسا، طبعا ولا واحد على الف هيجيلي من الناس ديت، لان يعني البلاعة اهم من اساتذتي في الجلدية، مش اهم مني، اهم من اساتذتي. واللي عنده صدفية واللي عنده بهاء، وكان مشهد مرعب. انا بفتح الفيديو لقيت ناس اللي حاطط راسه في هذه المجاري عشان يعالج سعلبة مثلا، حاطط دماغه في المجاري عشان يعالج سعلبة. وانا لو كتبت له نقط كورتيزون يا دي المصيبة السوداء يا دكتور، كنت انت عايز تقتلني؟ ده الكورتيزون بيعمل هنقعد نشرح يا عم انت عندك كورتيزون في جسمك والكورتيزون ممكن يخف، ولولا الكورتيزون ده كان نص الناس العيانين في الامراض المناعية ماتوا. لكن مع المجاري يغطس في المجاري ولا يناقش. هل هذه الالاف التي ذهبت للتبرك هينفع معاهم صندوق الانتخابات؟ وهل مرجعيتهم مرجعية عقلانية؟ أنا الحقيقة بحب أضرب أمثلة أكتر من الكلام الأكاديمي، لأن ده اللي إيده في النار. لما يكون النجم لمدة سنوات رائد الطب النبوي الدكتور فلان كان فاتح قدام في الدقي، هو أولاً خريج زراعة بادئ زبالة وفتح عيادة في الدقي، أمامه خريج هارفارد يعني مش بقول الكلام بتاع، لا خريج هارفارد وقضى حياته في أعظم جامعة أمريكية وتخرج منها وكان مناظير وطبيب شهير جدا. يجي له اتنين أمام 200 لهذا الرجل، الـ200 كل واحد خارج ببرطمان في أعشاب الدكتور عبد الباسط، وكان بيروح صيدلية الدكتور مصطفى محمود الجامع بتاع الدكتور مصطفى محمود، برضو البرطمانات كانت هناك. طيب
الميتين امام الاثنين، الميتين دول هيتحل معاهم او هتبقى حل مشكلتهم ديمقراطية صندوق الانتخاب؟ صندوق الانتخاب من يذهب اليه وهو مؤمن بان مراته اللي اخدها معاه صندوق الانتخاب المفروض ما تترشحش، مش هينتخب ست. من يذهب الى صندوق الانتخاب ومؤمن تماما بان المسيحي هو لا يستحق ان يكون لا وزير ولا مدير ولا يولى، ومؤمن بان اليهودي هو حفيد القردة والخنازير في نفس الوقت اللي بياخد بيه فيه تطعيم شلل الاطفال اللي اخترعوا السلك اليهودي، هذه الإشكالية هتتحل بمجرد صندوق الانتخاب؟ عشان كده هذه الأضلاع الثلاثة لا يمكن هننهي هذا الخصام مع الحداثة إلا إذا اعتنقنا الثلاث أشياء دي، وآمنا بأن معركة المثقف الحقيقية هي معركة في الشارع لنشر قيم الحداثة والعلمانية حتى تكون الديمقراطية اللي هي ديمقراطية حتى صندوق الانتخاب ليست مجرد طلاء على جدار مخوخ ومسوس. ديمقراطية صندوق الانتخاب بدون علمانية كأنك جيت على جدار لا فيه خرسانة ولا فيه زلط ولا فيه أي حاجة خالص، وجيت دهنت دهان جميل جدا جدا ولكن الجدار من جوه مخوخ، سينهار البناء. هو الإخوان وصلوا بحاجة غير ديمقراطية صندوق الانتخاب؟ مش هنضحك على نفسنا، أي حد كانوا بيدخلوا قدامه كانوا بيكتسحوا، السلفيين كانوا بيكتسحوا زي هتلر ما جاء في يعني شعب من عظم الشعوب جاب ديمقراطية صندوق الانتخاب. إذن الصوت الأصولي في مجتمع غير علماني، والأصولي على فكرة مش مسألة ديانة فقط، يعني اللي كان بيخرج عن الماركسية كان بيسمى المرتد، نفس اللفظ اللي عندنا. النازية نفس الحكاية، النازية فكر أصولي، وحسن البنا اول يعني اول من اعجب به كان هتلر وكان النازية، حتى الوان القمصان اللي كان بيلبسها حسن البنا او بيلبسها للكشافة بتوعه اخد تصميمها ولونها من النازية. فالمسألة يعني مهم جدا ان احنا نفهم ان العلمانية لن نتسولها من اي سلطة، يعني ما نستناش الهبة. من الممكن ان هما يقصروا الطريق او يقصروا المدة او يقللوا حمامات الدم في المعارك للحصول على مكاسب العلمانية اي سلطة، لكن دور المثقف الحقيقي هو انه ينشر هذه الافكار الحرة في المجتمع ليهيئ الطريق للعلمانية بجد، ما يستناش انها تيجي من فوق. العلمانية اللي هتيجي بقرار هتروح بقرار في ثانية، ودي مشكلة دول كتيرة فرضت عليها العلمانية من السلطة وسرعان بعد السلطة دي مراحت انتهت وعادت كما كانت. ومثلا مجتمع زي المجتمع التركي مازال يقدس أتاتورك، وأتاتورك يعني في ذكراه في دقيقة كده الأتراك بيقفوا، لكن وصل الإخوان وتغيرت بعض القيم العلمانية في تركيا
وأصبحت تركيا من الدول اللي ماشية في خط الإسلام السياسي وتسنده. يعني حتى أتاتورك برغم كل المكاسب العلمانية اللي اتخذت، إلا أن في توجس من أن القيم العلمانية تروح من تركيا. ولو السعودية ما فيهاش أرضية قوية لنشر قيم العلمانية، من الممكن أن بعد هذه السلطة ما تذهب برضو قيم العلمانية تهدر. لكن تخيلوا، ودي يمكن تصدمكم، ان ايران والسعودية التغيير فيهم اسهل من مصر للأسف. ودي بعد يعني نقول ايه 40 سنة من المعارك، من ايام روزا اليوسف وانا بكتب، وكنت راصد الخطر بشكل رهيب، لأن الإخوان في مصر عملوا جريمة شريرة جدا بذكاء منقطع النظير. هم عندهم ذكاء شرير رائع، هو في الشر أذكياء جدا. أنا حضرت في كلية الطب بدايات هذه المسألة. مسألة ليه مصر؟ أقول لكم ليه إيران والسعودية أسهل مننا. التغيير في أو القرار الأصولي في إيران كان بقرار من فوق، وفي السعودية كان بقرارات من فوق، من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقرار أو بإجبار. فلو الغطا ده اتشال خلاص. وده اللي الناس استغربته قوي، هي اول كده ما السعوديه قالت بتاع الستات جريوا في الشوارع وقلعوا الحجاب وسقوا العربيات، عمليه ما خدتش ايام يعني. ودي سمعتها من دكتوره سعوديه كبيره، قالت لي احنا كنا جوانا ولا مقتنعين بالكلام ده ومستنيين بس الفرصه. نقلب بقى الدكتورة السعودية دي نخليها مصرية، هتشتمك وتلعن سلسفيلك وتجيب لك اللي ده وده وده، وانت 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 مدافعة عن قيودها. وده اللي نجح فيه الإخوان. لما كنت في كلية الطب، وعصام العريان نفسه ده مش سر يعني، عصام العريان طلع وقال، قال يا جماعة أول حاجة حاربنا من أجلها هي توزيع الطرح في الجامعة، لأن ببساطة إحنا لو فكرنا كده يعني، أنا مثلا لو طلعت كتيار إخوان ورحت قايل إيه، ما تيجي نتكلم في البنك والبنوك وفوائد البنوك بتاعها، هتاخد لها 10 سنين لغاية ما تتغير، 20 سنة، وهتبقى مش حاجة محسوسة قوي. طيب هنتكلم مثلا في اللحية بالنسبة للرجال، لا طب ما هو ماركس كان ملتحي، ومسيحيين ومسلمين ويهود بيبقى عندهم لحية. فجت فكرة في ان انا عايز التمييز وبسرعة في الشارع المصري. انا دخلت اولى طب، كان دفعتي ما فيهاش ولا واحدة محجبة، اتخرجت واحدة بس اللي كانت مش محجبة او اتنين. في 6 سنوات الاخوان قدروا يفرضوا هذا التمييز في الشارع المصري. وغرضوا ايه؟ ما احنا برضو لازم نسأل نفسنا، يعني ايه الهستيريا الإخوانية في ان مسألة الطرحة دي تتفرض او تتفرض او الحجاب؟ هقول لكم ببساطة، الثمرة جت في 2011، هي بيوت الخبرة الأمريكية الاستراتيجية السياسية
قالت الشعب المصري عاوز الإخوان ليه؟ يعني أي حد أمريكاني كنت تكلمه أيام 2011 يقول لك الشعب المصري عايزه. هل دق على كل باب وسأل كل واحد أنت عايز الإخوان؟ لا. لكن بمجرد ما ينزل من الطيارة ويشاهد كم الطرح في أو الحجاب في الشارع المصري، ده تصويت، هو اعتبره تصويت رمزي سياسي. يبقى انتوا زعلانين ليه؟ وده اللي انا بشوفه في كل بلد اوروبي ازوره، وللاسف من اليسار الاوروبي. تقعد مع اي حد في اليسار الاوروبي يقول لك هو الاخوان جم يا جماعه في صندوق الانتخاب والشارع المصري عايزهم، انتوا متضايقين ليه؟ ودي طبعا قضيه كبيره جدا 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 لابد ان احنا نتنبه ليها، ان اوروبا واليسار الاوروبي المثقف بالذات في كتير جدا جدا منه لا يعتبر وجود التيار الاصولي او الاسلام السياسي في مصر عامل مشكله، ودي مشكله كبيره جدا جدا جدا. ودي دايما بقول يا جماعه احنا مشاركين فيها كمصريين. ليه؟ المسلمين اللي موجودين في اوروبا المؤثرين في القرار السياسي والثقافي في اوروبا اكثرهم من تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن لبنان ومن فلسطين الى اخره، لكن بلاد شمال افريقيا مسيطرة بشكل كبير جدا جدا، خاصة في فرنسا وبلجيكا وإلى آخره. ومش شوفينية ولا عنصرية، محدش هيفهم الأوروبيين خطر الإخوان إلا المصري اللي اخترعهم، الرحم اللي احتضنهم واللي اتكوى بنار. طيب ايه الخطأ اللي بيعمله المصريين؟ أن كل مصري في أوروبا طبيب أو مهندس، ما عادش حد بيودي ابنه عشان كلية الآداب أو الاقتصاد أو القانون، قليلين جدا جدا جدا. والبعثات كمان المصرية اللي بتروح أكترها يا طبيب يا مهندس يا 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 أخي. وللأسف الشديد وأنا أنتمي إلى الأطباء، أصبحت كلية الطب في مصر مشتل للتطرف. الكليات العملية، ودي بقى عايزة برضو ندوة بإذن الله لوحدها، يعني لماذا الطب وطب الأسنان والصيدلة يعني الحقيقة بقى مشتل تطرف مفرخة؟ فين وفين لما تلاقي دكتورين ثلاثة كده بيتكلموا يعني في الاستنارة. يعني أنا شخصيا كنت بحب أروح المؤتمرات كتير جدا جدا مع الأصدقاء أو الزملاء الأطباء. في السنين الأخيرة مش ممكن كم التحرش الديني اللي بيحصل من ناس يعني اطباء المفروض ان هم اساتذه في الجامعه والى اخره، اللي هو مثلا كنا رايحين نشوف في ايطاليا الفاتيكان والتحف اللي عاملها مايكل انجلو جوه الفاتيكان، يا خرابي على اللي حصل، ازاي تدخلوا مش عارف ايه، لا وطبعا عري مايكل انجلو ده حكايه، وان احنا نتجول في الفاتيكان والبتاع. الاخطر بقى لما رحنا اسبانيا، بكاء على الاندلس التي ضاعت، والدكاتره متضايقين جدا ويمشوا في الشارع وكانه فقد ابنه او حفيده وهو بيتمشى في اسبانيا، لا عارف يتفرج على اسبانيا ولا يروح متحف بيكاسو
ولا اخوان ميرو، ولا يتفرج على جمال اسبانيا، ولا برشلونه، ولا حتى المدن اللي هو بيعتبرها اخذت منه. وطبعا المصطلحات فتح وليس غزو، لكن ساعه ما يجي عندنا احنا احتلنا واتغزينا. يا عم ما الاندلس هي بالظبط زي ما هتعمل في فلسطين اتعمل في الاندلس. لا، فالمساله مساله ان انت ازاي عندك هذا الفصام ما بين ان انت قاعد تتعلم حاجات علميه وايادي بيضاء العلم قاعد تشوفها في المنظار اللي انت بتدخل فيه في البطن، والميكروسكوب اللي انت قاعد تفحص بيه، والدواء اللي بيضيع مش عارف ايه، والسوفالدي اللي انت قاعد بقالك سنين وسنين تحارب في فيروس سي، ويجي واحد يهودي من احفاد القرده والخنازير يجي يروح بيديك دواء اسمه السوفالدي، تلاقي نسبه فيروس سي اللي كانت عندك في بعض المحافظات 20%، يعني واحد من كل 5 كان عنده فيروس سي. يجي واحد اسمه شينازي، وطبعا ليه قصة، يعني لما قعدت معاه قصة تنفع فيلم. يعني شينازي ده لما قابلته في مؤتمر كبد من حوالي مثلا 5-6 سنين كده، الراجل قاعد يحكي على الترابيزه بيقول كان عايش في اسكندريه من اليهود اللي هم كانوا عايشين في اسكندريه ايام ما كانت اسكندريه كوزموبوليتان قبل ما تتحول هذا التحول المرعب. فراجع من المدرسه لقى ابوه كان ايطالي، قال له لا يا حبيبي احنا هنسافر في خلال ايام. ليه ومش ليه وبتاع، وانا حابب اسكندريه، وقعد يقول انا بعيط وبدبدب في الارض عايز اقعد في اسكندريه. قال له لا، احنا صدر قرار بان اليهود يمشوا من مصر في الخمسينات. فبيقول انا كنت متدمر ان هو ازاي هيسيب اجمل مدينه عاش فيها في حياته وما زال بيحبها حتى هذه اللحظه. وراح ايطاليا ودخل كلية العلوم في إيطاليا، وبعدين أمريكا مش عارف درس صيدلة ودرس عملية شيفت كارير. دي في برا حاجة سهلة جدا، يعني أبقى علوم وأدخل صيدلة وبعدين طب، وممكن أسيب كل ده وأدخل الهندسة بعد كده وأشتغل مش عارف إيه، الكلام ده عندهم عادي يعني. فكمل وكمل طب، وبعدين حب إن هو ما يبقاش طبيب بيكشف وكده، لا يتخصص مايكروبيولوجي وفيروسات، وكل شوية يروح عامل دواء ايدز، دواء فيروس ايه، دواء ايه. فمن ضمن الادوية اللي عملها دواء فيروس سي. ويعني اللي عنده خلفية طبية يعرف ان فيروس سي ده عدة انواع او عدة انماط، اخطرها النمط المصري، ولكن كل الناس كانت بتعمل ابحاث. ولما طلب الراجل ان مصر تشترك، لا جيناتنا ما تطلعش بره، ما تتكشفش على رجاله. وفين لما اقتنعنا واقتنع ازازتنا ان هم يشاركوا في الابحاث، وطلع السوفالدي وقدر يضرب فيروس سي اللي في امريكا واللي في مصر واللي 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 واللي. والمفاجاه الاكبر بقى ان هذا الرجل، يعني الجميل، راح جاي لما الدواء كان بيعدي 1,000,000 جنيه، وطلبت مصر من الشركة اللي يعني برضو بتحمل اسم يهودي هي كمان، اسمها جلياد، الشركة اللي عملت السوفالدي اسمها جلياد، وجلياد ده برضو يعني ليه خلفية يهودية كبيرة يعني في الأساطير اليهودية أو في القصص اليهودي. أصبح الدواء بتاع السوفالدي اللي كان الكورس بتاعه 1,000,000 جنيه دلوقتي تقدروا تجيبوه ب100 جنيه، نتيجة إن هذه الشركة الوحشة قوي اليهودية والراجل الوحش قوي اليهودي قرروا أو وافقوا
على ان بالمفاوضات المصرية هذا الدواء يتوفر. انا بحكي لكم الحكاية دي بس عشان ألقي الضوء على ان مسألة الفوبيا اللي بتبقى موجودة عندنا من جنس معين او عرق معين او اجناس او الى اخره، ده الحقيقة المفروض ان احنا نشطب عليه يعني شطبا نهائيا، ونفتح مسام روحنا ومسام عقلنا للافكار ونفلتر. مفيش مشكلة ان احنا نفلتر ولن نذوب زي ما بيقولوا والكلام ده كله. انت بتحتفظ بهويتك بالدي ان ايه بتاعك، بس فيه يا جماعة مفردات حداثة زي ما احنا قلنا، مرجعية العقل، حرية الفرد، نسبية الحقيقة. اذا لم نقتنع بالثلاث اشياء دول لن ندخل في الحداثة، وسنظل في خصام معها الى يوم الدين. شكرا جزيلا، ده مقدمة كده بس عشان النقاش. شكرا. شكرا دكتور خالد، والطبيعي ان المنصة بتعمل تعقيب او سؤال، ولكن انا عارف المداخلات كتيرة فهتتنازل المنصة لمساحة الدقايق اللي ممكن نقطعها. دكتور خالد، انا دائما متابعة لك وكل مقالة، كل شيء بتكتبه، حتى مقابلاتك. اظن مرة كنت عامل مقابلة مع الدكتور ابراهيم عيسى وحضرتها، فانا متابعة دائما وافكارك يعني طبعا هذا الفكر اللي احنا بدنا اياه، هذا اللي بندور عليه دائما. فشكرا كثير على تنويرك لنا وعلى المحاضرة القيمة اللي قدمتها. دكتور، احنا دائما بنواجه مشكلة مع المجتمع، انت مجرد ما تطرح فكرة خارج الصندوق انت منبوذ، ومجرد انك تقول انك علماني فهذا مرادف لشيء اسمه انت كافر. وبالذات بالنسبة لنا المرأة بالذات، إذا دخلت في هذا المعترك فهي خارج حتى الأخلاق. فإحنا كيف ممكن أنه في المجتمع هذا الأفكار هاي كيف ممكن ننشرها؟ يعني أنا كست مثلا ما بقدر أحكي في الموضوع، أنا مجرد ما أحكي فكرة خارج اللي هم بيفكروا فيه إذا أنا أصبحت علمانية، والعلمانية معناها كفر ومعناها أنت خارج عن الأخلاق. جميل. فإحنا يعني هو الحقيقة كويس، يعني ده زي تتعامل مع طبعا لازم نعترف بان تعاملاتنا اكثرها سوشيال ميديا، يعني عشان نشر هذه الافكار من خلال السوشيال ميديا في خطا بنعمله، لازم نعترف خطا بنعمله، وهو ان احنا عايزين ندخل معركه العلمانيه بمنطق معارك انور وجدي في افلام الابيض واسود، اللي هو يعمل الخناقه يطلع الجاكيت مكوي، شعره متسرح، مفيش اي نقطة تراب عليه، وكمان ضرب الراجل واداله بنيات وشلاليت ولكمات وبتاع وروسيات وكل حاجة، والراجل بيفرفر في ايده. هذا المنطق ما ينفعش، يعني لازم تدخلي هذه المعركة وانت عارفة ان ليها فاتورة. بكل هذه السنوات، يعني انا لو عايز اقول لك انا كم الشتائم والتهديدات والسفاله والاباحه وكل حاجه بتيجي على الصفحه وعلى الخاص وعلى كل حاجه، يعني تكفي انها تغطي ميدان التحرير. ولكن ولا كأن في حاجه، لازم تتعاملي مع هذه المسألة بمنتهى البرود، تعودي نفسك على البرود. في مرحلة أخرى بس يمكن في ناس ما تقدرش تعملها، وهي مرحلة ان انت تنقي منهم اتنين تلاتة ويعني ندخل حوار ساخر كده، والحقيقة ده بيجيب نتيجة رهيبة جدا. يعني مثلا كان من الحاجات الفظيعة اللي محدش بيعرف يرد عليها لما حد يموت، إلهي تتحشر مع نوال السعداوي يا شيخ، إلهي تتحشر مع سيد القمني.
فالحقيقة أنا رديت رد بسيط والحمد لله يعني بدأ الرد ده يجد صدى وكل الناس الوقت بتستعمله. فقلت يا سلام ده أجمل حشرة، يا سلام لو الواحد قاعد مع مارلين مونرو وأينشتاين ومجدي يعقوب وسعاد حسني وقاعدين نتكلم في كلام ظريف لطيف. وبعدين اولا يعني حكايه الحشره دي ان احنا نتحشر كلنا، يعني يا جماعه الدنيا واسعه، يعني ليه المساله كده؟ فمساله ان انت تاخدي الاشياء بسخريه، وسخريه فنيه على فكره، يعني لازم تاخديها بسخريه فنيه، يعني هم فاهمين ان السخريه الردح والشتيمه، ودي حجه الضعيف، لان اعظم فن في العالم هو فن الكوميديا. ومن ضمن معايير الذكاء دلوقتي في امريكا ان انت يبقى عندك روح السخريه. روح السخريه دي رقم واحد في تقييم ذكائك، ولذلك هم ثقال الدم جدا، يعني الصفه باستثناء ردي غنيم يا دكتور الصفه التي تجمع تيار الاسلام السياسي ثقل الذكاء، دي ما فيهاش يعني، ولا يمكن هيطلع منهم فنان، وحاولوا يعملوا مسرح كتير وحاولوا يجندوا فنانين كتير، يعني وحاجة يعني كانت صعبة قوي، يعني يمكن الوحيد اللي استجاب لهم حسين صدقي وحرق حاجات كتيرة جدا من أفلامه، فيعني ده عدت المسألة، لكن غير كده مش هنلاقي الدنيا فيها. فانت يبقى عندك أن تقتنع بأن انت هتدفع الفاتورة، وأن تلاعبيهم وتمرجحيهم بشوية سخرية. نمرة ثلاثة إن احنا نقتنع يا جماعة بأن نتنازل عن أنانيتنا شوية، لازم نبقى نخفض درجة الأنانية، إن احنا عايزين نشوف ثمرة العلمانية بكرة. لا، عليك أن تلقي بالبذرة ولا تنتظري الثمرة. ولو حاجة واحدة عايزين نتعلمها من الإخوان، أن البذرة ألقيت في العشرينيات وحصدوها في 2011 وكان البنا مات. فمسألة أنانية المثقف إن هو عايز بكرة اللي قال عليه يتنفذ، لا، من الممكن أن تنتهي حياتي وحياة علمانيين أدي يعني كلهم بدون أن نجد ثمرة، ثمرة كبيرة يعني. لكن في حراك، في حراك، في دعاء كانوا بيقفلوا شوارع، دلوقتي إعلانات فراخ وقعتهم، يعني ما عدتش بتشوفيهم، وفقدوا كل تأثير. يعني الشارع اللي كان جنب النادي اللي كان بيلقي فيه المحاضرة ما كنتش تقدر تعدي فيه يوم الجمعة، دلوقتي عادي جدا. وفين هو؟ بمجرد ان السوشيال ميديا عملت كوميكس على اعلام فراخ ضيعت الدنيا وظهر يعني المخبوء. فدي بس يعني دي شوية النصايح اللي انا بقول عليها. يعني انا متخيل مصر لو واحد زي خالد منتظر مش موجود في مصر، يعني كان هتبقى مصر ظلام. ليه؟ لان انت الشعاع الجميل جدا اللي انت لا في يعني طبعا في ناس كتيره زي ابراهيم عيسى والناس كتيره، الناس العمالقه دي وهبط دي ليها دور، بس انا مش مستبشر خير في مدى السماحه الفكريه والسماحه الدينيه في مصر. الدليل على كده انا لفت نظري في العيد اللي جاي ده وتهنئه الاقباط، وشوف كم الهجوم الرهيب للشيخ الازهر العظيم ده لما قال يعني هانوا المسيحيين، لقينا ناس كتيره جدا 30 الف غاضب تقريبا في اول ساعه كده ان رافضين هذا القرار. دي طبعا تديك حق ازاي انا داخل على 20 23 وانا بهذه العقليه. انا كان جدي في ثوره 19 من 103 سنه كان بيقول حاجه واحده، هو خطيب الثوره كان بيقول إذا كان بقاء الإنجليز في مصر لحماية الأقباط فليمت كل الأقباط لعيش المسلمين أحرار.
ده من 103 سنة. أنا أرجع في 2023 وأنا ما زلت بهذه العقليات وسط ناس حواليا في الشوارع وفي البيوت وجيراني. لا لا، في أزمة يا دكتور، في أزمة رهيبة جدا ولازم إحنا نبص لها. أنا في الأول مثلا ما كنتش مدرك لحجم، بقول لا غالبية الشعب المصري عظيم ورائع وطيب، لكن أتمنى إن نلقي نظرة على الانقسام الموجود. لن أنكر إن في صعوبات كتيرة جدا وعراقيل وبوادر بتبقى بتسبب إحباط، ليه كل الحق، لكن زاوية الرؤية. يعني هاخد المثال اللي انت قلته، شيخ الأزهر عندما أعلن تهنئته للأقباط بعيد الميلاد، تعال نحللها، أن يعلن شيخ الأزهر علانية فدي نتيجة ضغوط من العلمانيين وتراكم سنين، زي ما حصل في تغيير المناهج. المناهج كانت من 10 سنين فيها أكل لحم الأسير، المناهج من 10 سنين كان فيها إن الزوج ما يدفعش لتمن علاج مراته وممكن ما يدفعش تمن الكفن كمان، لأن عقد الزواج هو عقد تلذذ وعقد متعة، فعندما تنتفي هذه المتعة وهذا التلذذ ما تستحقش أي إنفاق مثلا، ده كان موجود. طيب الضغوط، اوعى تفتكر انهم قاموا الصبح كده هنغير المناهج وحلقوا في السماء، لا، الحقيقة كانت نتيجة ضغوط، كنا حاسين انها ضغوط مش مؤثرة، كنا حاسين بالإحباط، ولكن حصل. يبقى إذن التهنئة دي نتيجة تغيير في المناخ. ناخد نمرة 2، لما تلاقي 30,000 بيشتموا أو 16,000 بيشتموا أو إلى آخره، أنت تدير هذا الرقم إزاي أو تدير هذه المعركة إزاي؟ المفروض تدي الكرة بقى للملعب التاني، هؤلاء هم نتاج تعليمكم، منه جواه، يعني يقول لك ايه من دقنه وفتله، هي المناهج اللي انتوا درستوها اللي فيها كراهية الآخر هي التي أفرزت لنا هؤلاء الشتامين. يبقى أنت لما تدير المعركة بهذه الطريقة هتحسس حتى اللي جوه المؤسسة الدينية، زي ما أنا مرة كتبت لما طلع برضو رجال دين وقالوا عمر الأزهر مخرج متطرف، بحثت في خلفيات كل خلية اغتيال النائب العام 90% منهم خريجين أزهر. هذا لا يعني ان مفيش في كلية طب بشري القاهرة ايمن الظواهر مش خريج أزهر، ولكنه تشرب بمنهج المسيطرين، التيار المسيطر. الأزهر ليس كيانا واحدا، الأزهر كان فيه عبد المتعالي الصعيدي كان رجلا مستنيرا جدا، الأزهر كان فيه شلتون كان رجلا مستنيرا جدا، أمير خولي وبنت الشاطئ التي استفادت من الخولي وناس كتير، بنت الشاطئ أول واحدة هجمت الإعجاز العلمي. إذا إحنا بنقول إن يا جماعة التيار المتأخر اللي بيتسرب جوه هذه الجامعة لابد ان احنا نديله بقى الصورة. انت طلعت 30,000 بيشتموا الامام الاكبر عشان هنأ الاقباط، يبقى اذا في الضغوط بتثمر
وده يخليك على المستوى البعيد تتفائل. الناس ممكن تاخد الكلام ده عم تفاؤل ايه، ده احنا متنيلين بنيلة، ده احنا الدنيا سودة، ده احنا مفيش امل. الحقيقة قراءة التاريخ، قراءة التاريخ وبقولها 50 مرة هي اللي تديك الامل، هي التي تمنحك يعني في نهاية النفق المعتم ضوء. فقرية التاريخ بتقول ان لابد حتى بوازع المصلحة ان ينتصر النور. ده يعني تخيلي او ده توقعي او ده اللي علم التاريخ بيه. كنت بس عايز اقول لحضرتك حضرتك المثل اللي ذكرته، اما جه داعية اسلامي قرأ القرآن لشخص اجنبي وتلا عليه قطعة تانية من يعني من مكان اخر، الشخص ده ما سمع الاثنين عجبوا القطعة الاخرى وما عجبوش القرآن. حتى هو احرج في الوقت ده، كان هو كان داعية سعودي، هو حتى اتكسف. الحاجة التانية، انا عشت في السعودية 15 سنة وانا بقيت حاجة فعلا كده، السعوديين كان عندهم الرغبة ان هم يتخلصوا من الارث ومن الايد التقيلة قوي اللي كانت فرض عليهم. هم كانوا شعب كشعب وهم كانوا عايزين ده خالص. انا عشرتهم وشفتهم. في بقى حاجة مهمة جدا انا عايز اقولها فيما يتعلق بموضوع العلمانية والحداثة وعلمانة المجتمع المصري. في عندنا مصدرين مهمين جدا انا شايف ان هم عائق قوي قدام العلمانة وقدام حداثة المجتمع المصري. والمصدرين دول احنا يجب ان احنا يا اما نعزلهم خالص او نقطع الصلة بيهم، ده صعب، او نحد من تأثيرهم. العروبة والاسلام بشكل واضح يعني المصريين حتى الان بيعتبروا نفسهم مش مصريين، اصبحوا بيتنكروا مصريتهم. يعني كل كلامهم دلوقتي ان هم يا اما عرب يا مسلمين، وهم بيعتزوا بانهم يكونوا عرب ويكونوا مسلمين. من ضمن الادوات او الاليات اللي انا بعتقد انها ممكن تكون اليات جيده جدا او مؤثره في احياء الحداثه وعمان الدكتور المصري، هي احياء القوميه المصريه، ان احنا نعتزل احنا مصريين. انت النهارده بتجد ان الـ 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 الشمال افريقيا هم امازيغ، بيعتزل هم امازيغ، الشوام بيعتزل هم فينيقيين، السودانيين بيعتزل هم افارقه، حتى العرب اللي هم اصلا عرب بيحاولوا يتملصوا الى حد ما ان هم مش اعارب او مش اعراب، ان هم ايه احسن من العرب او متقدمين على العرب. الا المصريين عندهم حضارة 7000 سنة والناس كلها بتتمحك في حضارتهم وعايزين ياخدوا منها حاجة، وهم اللي بينكروها وبيعتزها الهوية. هو احنا برضو لازم نسأل ليه، ايش معنى؟ اعتقد ان في عدة عوامل خلت مصر بالذات فيها هذه الانتماءات او التمسك بهذه الانتماءات اللي ممكن تكون موجودة في الدول اللي انت قلتها، بس مش عاملة عراقيل، مش عاملة اي عراقيل. موقع يعني طه حسين وعباس العقاد واحمد لطفي السيد كانوا مسلمين وكانوا مستنيرين. المشكلة انه حدث في عهد مبارك بالذات انتشار رهيب للمدارس الدينية في مصر، يعني يمكن من أواخر السادات وفترة مبارك بقت المسألة مفيش عليها أي كنترول. يعني لازم نتكلم بوضوح وبصراحة، يعني حتى لما بتسمع الشعراوي بيحكي عن ايام ما كان في المعهد الديني كان يقول لك انا بسافر مش عارف من المنصوره للزقازيق. يعني كانت المعاهد الدينيه كلها في مصر 4-5، لكن الان في كل قريه مدرسه دينيه ازهريه او معهد ديني ازهري او الى اخره. طيب ايه المشكله؟ المشكله بمنتهى الصراحة، واللي ده أنا بطلبه من الدولة، أنه لا يمكن أن يكون فيه جورج مش عارف يدخل كلية الطب على 0.5% طب عين شمس أو طب القاهرة، ومحمود اللي في الثانوية الأزهرية يدخل طب من مجموع أقل
لأنه ينتمي إلى الأزهر وحافظ قرآن أكتر. ده ضد الدستور أصلا وضد القيم الإنسانية العادية والمساواة والمواطنة، ولازم نلاقي لها حل، لازم نجد حل لهذه المسألة. إن يعني هذه الكليات العملية التي صدرت بقرار من عبد الناصر في سنة 61 إن يبقى في كلية علوم وطب وهندسة وإلى آخره، هذا قرار جديد. عمر الأزهر ما كان كده، ده هو لما عبد الناصر أصدر القرار ده تزامنا مع قرار إنشاء إذاعة القرآن الكريم على فكرة، كان برضه في نفس التوقيت. إذن نحن أمام تعليم موازي، بل أصبح جيش موازي. يعني لما يبقى عندنا مثلا 2 مليون ولا 2 مليون ونص في جامعات ومدارس ومعاهد دينية وإلى آخره، لا يرى التلميذ أو الطالب فيها فتاة، ولا يرى الطالب والتلميذ فيها مسيحي. احنا قدام إشكالية كبيرة. ده بقى اللي أنا مستنيه. يعني في قرارات أكثر إرباكا، أو يعني الناس ما كانتش هتقدر تستحملها، مثلا زي الدعم والبنزين والبتاع ده، واتعملت عادي جدا والدنيا مشت، لأن كان في مطالب اقتصادية بأن الكلام ده يحصل. طب عظيم قوي قوي. طب قرار زي ده وتجديد الخطاب الديني اللي احنا بقالنا 10 سنين بنقول فيه ولا يتحرك احد، توثيق الطلاق الشفوي اللي طلعت هيئة كبار العلماء بكل حسم وقالت لا، الطلاق الشفوي هو اللي في الدين، وخلوكوا بقى في الاقتصاد والسياسة بتاعتكم، يعني مسألة احنا الدين بتاعنا وخليكم بقى انتوا في الحكاية الاقتصادية. يبقى المسألة تحولت زي ما بنقول بالبلدي كده ايه، اذبح القطة وخوف ورعب وافرض نفسك على الساحة، محدش هيتكلم. اذا لابد كل الاحترام لأي تعليم ديني. يعني هو أصل في ناس هترد عليك تقول لك إيه، طب ما هو في مدارس الأحد ومدارس قبطية وفرانسيسكان والمش عارف القلب المقدس والمش عارف إيه. طبعا أنت بتضحك على نفسك، لأن المسلمين في المدارس دي أكتر من المسيحيين، وعمر ما في مدارس راهبات أو مدارس مسيحية بتفرض فروض دينية على المسلمين. لكن للأسف كمان مش التعليم الأزهري بس، هناك مدارس في مصر للأسف بتقول صراحة للمسيحي اللي جاي احنا ما عندناش مكان ليه، ومدرسة مش دينية، نحن لا نقبل مسيحيين في مدرستنا. دي جريمة. وفرض الحجاب على طلبة طلبة. طبعا حكاية الإسدال اللي حصلت ومدرسة الإسدال دي طبعا في الريف منتشرة جدا جدا جدا. فهذه المسألة مسألة لابد أن تحسن لكي يكون التعليم منسجما مع الواقع. لان انت غرض الاساسي من التعليم مش ان انت تعرف هندسه ولا تعرف جبر ولا حساب مثلثات، تشكيل الوجدان الجمعي والعقل الجمعي في السبع ساعات بتوع كل يوم. دي اهم فرصه عند اي بلد في الدنيا، ان انت عندك واحد قاعد قدامك سبع ساعات تقدر تشكل له العقل الجمعي بانه يستقبل الاخر ويستمتع بالحياة والبهجة والفرحة والموسيقى وإلى آخره. لكن ان انت تحطه داخل صناديق
فولاذ دينية مفروضة عليه وهو في سن التشكل، الحقيقة احنا بنعمل جرائم اسلام السياسي او غيره او غيره او غيره. فلابد عايز اقول لك على حاجة، اولا معلش انا بقول الدكتور خالد منتصر قبله طبعا فرق فودة، قبله سيد القمني، قبله كثيرين طبعا وانت عارفين، بس هو النهاردة يحمل راية التنوير وانا وراء وعليكم من هذه اللحظة افكر جديا، وهو طلبها مني من حوالي 5-6 سنين، نعمل قناة تلفزيونية للعلمانيين. كيف مشوار الالفين اللي يبدأ بخطوة؟ انا شخصيا ممكن اتبرع مبدئيا ليها، لو الموضوع هتاخده جد هتبرع ب50,000 جنيه مبدئيا. العلمانية لابد، مش عشان نحن، عشان ولادنا اللي طالعين، عندنا اولاد طالعين ليه ما يعيشوش في وسط راجل معلش متخلف قاعد قاسم على انفسنا بحق قال ايه احنا ما عمتوش فادي الكاوتش. لا انا كان عندنا مصنع هيركو زمان بتاع كاوتش، لو ما كنتوش قفلناه كان زمانه كان بقى احسن من بلجستون. في ايه الحكاية؟ انتوا قاعدين من اجل ان تسيطروا والحفاظ على اماكنكم قاتلين مصر، ضيعتوا مصر. اخر كلمة هقولها، انا ليه واحد كان شغال معايا حسابات في المحل، فعنده بنت في كلية الصيدلة في الازهر، فجيت بسأله ديك النهار بقول له يا احمد بنتك عامله ايه؟ قلبي عندها 4 عيال تدرس صيدلة، عشان تقول لي النتيجة في اخر 4 عيال جاتكم مصيبة. فجماعة تحرروا وما يهمكوش النتائج. الدكتور خالد قال كلمة بسيطة قوي قوي، في بذور اتحطت والنتائج هتيجي. في ناس بتركب عجل، في ناس بتركب فيزب، بنات وماشية في الشارع، في حاجات كتير، ده كله من اثر ما حدث سابقا، ولابد ان ننتظر والنتيجة. وانا متأكد ان كل الاديان لا صنعت الى زوال. طبعا رد بس اتفضل. يعني هي سريع، هو اثر نقطة مهمة جدا جدا الاستاذ سيد، ازاي نترجم الكلام اللي احنا بنقوله دوت لفعل، او نعمل. هي مشكلتنا ان العلمانية ليست طيارا يسري كما قال زكي نجيب محمود، زي العصارة في الزيتونة كده يعني. يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم وما يبقاش فيه نوع من انواع الطيار. فطموحنا مش قناة تلفزيونية، خلي طموحنا يقل شوية. دلوقتي الدنيا اتغيرت، يمكن الطلب ده طلب زمان قبل الانترنت. موقع، موقع في فيديوهات وفي مقالات، والحقيقة الطلب ده انا قدمته لناس كتيرة قوي قوي، ولكن حماس رجال مثلا الاعمال العلمانيين لمثل هذه المسائل ليس بحماسهم لحفلة عشاء مثلا ممكن تتكلف نفس التكلفة اللي هيتبرع بها للموقع، يعني ممكن يصرفها على عشاء في بتاع او مهرجان او بتاع، بس ما يدفعش حتى 200 جنيه لانشاء موقع تنويري. والحقيقة انا حاسس باهمية الموقع التنويري ده لما بلاقي 140 حرف بيعملوا ضجة لواحد قاعد في الإسماعيلية بيكتب وهو قاعد على المكتب، وتلاقي جريدة صوت الأزهر نزلت 10 صفحات شتيمة فيه على معرفش، يعني ده حاجة عجيبة جدا. مثلا يوم ما كتبت أفول الغرب، الكتاب اللي كان بيقراه شيخ الأزهر، ويا خرابي على اللي حصل، وقنوات وشتيمة وصوت الأزهر 10 صفحات شتايم. كان كل ما كتبته 140 حرف التي يسمح بها هذا الموقع اللي اسمه تويتر، على ان ببارك لشيخ الأزهر بانه رجع بالسلامة من السفر ومن رحلة العلاج، وبتساءل مجرد تساؤل، كتاب أفول الغرب جنبك وانت في الطيارة اللي لولا الغرب مكناش هنعرف، ما كناش احنا كلنا هنعرف نسافر ولا كنا هنعرف نتعالج. بس هل في خروج عن الأدب في هذه الكلمات؟ انا على فكرة ما بعرفش حتى اشتم، يعني انا لا بعرف اشتم ولا بعرف، لكن من الممكن ان امتلك بعض السخريه الفنيه اللي مختلفه خالص عن الشتيمه والسباب والى اخره.
هذه ال 140 حرف تحولت الى معركة مرعبة، وبلغت نيابة ومحاميين وروح مش عارف ايه وروح نيابة ايه وتعالى محكمة ايه، ومثلها حصلت كتير. ويمكن في مرة من المرات حصلت هنا في الصالون بتاع العلمانيين، لما قلت ان مثلا لما اتكلمنا عن ماء زمزم وانه من في امراض مش علاجها على الاطلاق ان احنا ناخد مياه مقدسة لا في الهند ولا في السند ولا في السعودية ولا في اي حتة، وده كان كلام علمي عادي جدا جدا، ولكن قدمت عشرات البلاغات يوميها. يبقى انت من تويتة او مجرد بوست في صفحة من الممكن يكون فيها 40,000 50,000 بس، التانيين عندهم ملايين. ولكن لابد ان انتوا تعرفوا ان لما ينضم لك واحد مستنير على صفحتك او مقتنع بيك او بعت لك انه من 10 سنين لو كان قابلك في الشارع كان هيضربك بالسكينة، ودلوقتي مقتنع بكلامك، او الاكتر يقول لك يا عم انت ليه بتماين كده، انت ليه ما بترفعش السقف اللي كان سلفي من 10 سنين وكان ممكن يضربك، يقول لك انت بترفعش السقف ليه، انت ما بتدخلش جامد ليه انت. وهذه الرسائل بتوصلني كتير، لكن التغيير التنويري طويل وصعب، لانك بتغير واحد اتربى على الكلام ده من صغره. يا جماعه المساله مش سهله، المساله مش سهله على الاطلاق. ده عمليه تغيير مخ، انت عايز تغير تعمل عمليه زراعه مخ بدون اعراض جانبيه؟ انت عايز تسحب المخدر من واحد وما يخنقكش؟ ببساطه جدا، هل هناك مدمن بيحب الطبيب بتاعه؟ مفيش. المدمن بيبقى كاره رايح للدكتور اللي هيعالجه من الادمان، عايز يخنقه، هيحرمه من اجمل لذة. لكن انت عليك دور الطبيب، وعليك تحمل عنف هذا المدمن اللي بيضربك وهيقطع لك هدومك لو انت سحبت منه المخدر وما اديتهوش. بس ببساطة أنا كنت عايز أقول لحضرتك، هل أنت متفق معايا أنه الإسلام متعارض مع مثلث الحضارة الحداثة اللي حضرتك اتكلمت عنه من شوية، من ناحية الجزء الأولاني بتاع حرية الفرد وهو واقف قدامه عائق كبير، زي مثلا عائق حد مثلا زي حد الردة بحدوده مثلا، بمعنى أنه بيتم مصادرة حقك اصلا في ان انت تختار عقيدتك او انك تمارس حياتك بالشكل اللي انت عاوزه. فده دي نقطة بسيطة اختصارا للوقت. وكمان نقطة تانية زي مرجعية العقل، وهي في الثقافة العامة عندنا النقل بيبدى على العقل اصلا يعني. فبجانب كمان اطلاق يعني نسبية الحقيقة قصادها في الإسلام وفي الموروث وفي اللي بيتم تصديره هو حقيقة مطلقة. فأنت مش شايف أن الإسلام السائد والدارج، وحتى الإسلام بشكل عام يعني، عشان ما نحاولش نداهن ونلطف في الكلام، متعارض بشكل كبير جدا مع الحداثة والقيامة؟ كنت عايزة أسأل الدكتور خالد بخصوص التنوير، هياخد فترة قد ايه كده، والمفروض ايه الخطوات اللي تخلينا نوصل لمرحلة التفهم الكامل للتنوير؟ ده اول سؤال. تاني سؤال ارد بعد اذنكم على الاستاذ. هو المفترض مفيش تعقيب على تعقيبات الحضور لا يعني هي لا لا القواعد الصلاة، لكن ممكن انت حضرتك بتقولي بس سؤالك التنوير ايه؟ ياخد وقت قد ايه؟ يعني وايه الخطوات اللي تخلينا نوصل يبقى قاعده عريضه يعني في حضرتك بالاضافه للمعاهد الازهريه اللي حضرتك كنت عليها، في حاجه غريبه اسمها نقابه الاشراف. انا مش عارف النقابه ازاي قانونيا موجوده، تقسم المصريين لاشراف وغير اشراف. بهائي اتعرفت على حضرتك قبل كده وسعيد رؤيه حضرتك يعني. سؤال لحضرتك عن مبادئ التعايش السلمي ومبادئ المواطنه وكيفيه نشر هذه المبادئ بدون الرجوع إلى مسميات مثل حداثة أو علمانية،
ولكن التركيز على المبادئ نفسها. ولماذا لا نبدأ بالوزارات زي مثلا وزارة التعليم، زي مثلا الجامعات المتاحة لدينا؟ لماذا لا يوجد هناك مثلا دراسات في الدين المقارن؟ لماذا لا يوجد هناك دراسات في مثلا التعايش وإرساء قواعد المواطنة؟ ولماذا لا يعني نعطي اهتماما كافي لمثل هذه المجالات للدراسة والبحث حتى فيما يسمى ب يعني الجامعات العلمانية أو اللي هي الجامعات ليس الدينية؟ أول حاجة أنا جدا سعيدة بوجودي معكم وبوجود المخرج خالد منتصر. هو طبيب ومفكر دكتور خالد. أكيد أكيد. دكتور خالد يوسف. هو مخرج الحدث، مخرج الحدث. حلوة التخريج، حلوة التخريج. طيب أنت تحدثت يا أستاذ بخصوص الفاتورة أو الضريبة التي تدفع من خلال فكر معين. ممكن هذه الضريبة أو الفاتورة هذه تكون موجودة بس بشكل خفيف، أو أن الشخص يقوم بمبادرة معينة لفكر معين لشيء معين بشكل خفيف بحيث أنه ما يتأدى وتكون عليه الضرر أكبر. هل هذا متاح في إنجاز أو في طرح فكر ونقاش فكر معين يكون مناهض للمجتمع ومعايير المجتمع عشان سلامة الشخص نفسه؟ الموضوع الآخر، أنت تحدثت عن نقطة أنه لا يمكن أن يكون مثلا موسيقي أو مفكر أو مثقف يخرج من إفرازاته أو من ضمن أعماله أو طرحه شيء من الإرهاب وشيء من التدين والتزمد وما إلى آخره، بعكس الشخص اللي يكون خريج من جامعة مثلا أزهر أو جامعة إسلامية يكون عنده مخ يقوده إلى هذا الشيء. هذا شيء حقيقي وهذا مرة في أرض الواقع. أريد بس أفهم منك بما أنك أنت متعمق في هذا الأمر، كيف حلول جذرية واقعية وغير مؤذية؟ أنا طبيب أسنان مش من القاهرة، أنا من مركز في محافظة الغربية وأعمل في قرية من قرى هذا المركز، فأنا متصل مع من يسمون بالشعب المصري. تمام. فأنا عايز أنقل لك الصورة عند الناس دي. الناس دي بيعانوا اقتصاديا جدا، التذكرة أم جنيه اللي بكشف بها عليهم بتفرق معاهم، والعلاج اللي بكتبه من بره بيبقى عليهم حمل. الناس دول بيتصلوا مع اللي هم احنا مقدمين الخدمات الصحية ومقدمين كل دول. الناس دول جايين من ثقافات دينية، يعني زمايلي جايين من ثقافات دينية، ممرضات مصريات، ما تحمله الصورة من ممرضات مصريات. فدي دول المصريين بيتعاملوا مع دول. انا بقى كفرد متنور، كفرد علماني في هذه البيئة، ازاي ابقى دافع؟ ازاي ابقى احرك ناحية التنور؟ كمان بنقطة الاسلاميين في كليات الطب، انا بتفق مع حضرتك، دفعتي كانت 400 وحاجة، وانا واثنين وثلاثة او الثلاثة كمان بس اللي كنا مختلفين عن الاسلام. حضرتك كنت بتتكلم ان مثلث الحداثة هي حرية الفرد، فانا كنت بسأل هل حرية الفرد ده شيء مطلق؟ يعني مثلا بره مثلا في دولة زي كندا يقول لك الرجل والست ده توجه، مش مفيش حاجة اسمها محددة او تعريف معين للرجل والست، هل ده برضو حاجة المفروض ندعمها؟ يعني لو جيت قلت مثلا ان انا مثلا باندا، هل من حق المجتمع ان هو يدعم مثلا فكرتي؟ بالنسبة للمونديال وقطر، لو حاجة انا شايف انها ضد الفطرة البشرية مثلا، هل من حرية برضو ان انا لازم ادعمها؟ هو مش اول سؤال، هو تقريبا سبب الهجوم اللي حصل على الشيخ الازهر، لان دي كان اول مرة الشيخ الازهر يعملها اصلا في مصر. يعني دي اسم حضرتك ايه؟ عبد الله. تفضل. تاني سؤال، اشكالية الديمقراطية وان احنا وان المجتمع لازم يبقى معلما. ما احنا لو عملنا حاجة زي كده دي بتبقى في صالح الديكتاتوريات اساسا. هي الديكتاتوريات اصلا هي اللي بتفرز مجتمع مجهل جاهل يعني. بلس ان اللي حصل في مصر يعني خلال السنوات الكتيرة دي حصل بشكل مهندس من السلطات المتوالية، يعني ما حصلش كده بندوات، لا، وحصل بدعم من السلطات. نبدأ بعاصم وتعارض الإسلام عامة مع الحداثة وحكاية الحدود وحد الردة مثلاً.
والنقل والعقل، يعني حاجات طرحها عاصم. عاصم فين؟ اهو. شوف، احنا في حاجات استراتيجية وحاجات تكتيكية زي ما بيقول. عليك ان تقبل، يعني على هذا المجتمع العلماني ان يقبل الملحد ويقبل المتدين. احنا مش عايزين اعلن رأيك، رأيك الى اقصى حد في ان انت مش مقتنع باديان معينة او الاديان عموما او حقك، لكن في نفس الوقت مش عايز الموقف العصبي من المتدين اللي في حاله. يعني احنا مش عايزين اختراع هذا الصراع من لا شيء. يعني الدولة العلمانية الحق وحقيقي بتقف على مسافة متساوية من الجميع، وده ليس ممالأة او الى اخره، لان احنا بنتكلم بشكل زي ما بقول تكتيكي دلوقتي. لكن بنطالب المتدين المسلم ان يسمع الملحد بدون لا يقول له في قانون ازدراء اديان ولا ان انت مرتد ولا اي شيء، لان هذا الملحد لا يرفع سلاحا في وجهه. ده الفرق. الرجل الملحد ده اللي قاعد في مصر ما رفعش سلاح. وكان في كتاب مشهور جدا لاسماعيل ادهم اسمه لماذا انا ملحد. في هذا المجتمع الذي كان متفتحا في فترة عشرينات وثلاثينات واربعينات تم الرد عليه فقط لا غير بكتب. لكن ان انت تسجن وتصادر وتقتل باسم ان انت عندك الحق وعندك الافضلية، فهذا مرفوض. الدين والتدين، انت مقتنع تمام، بس لا تترجم هذه الافكار وتقول اصل انا افكار دلوقتي ان انت المسيحي ده لا يولى، ان ده مرتد والمرتد ده يستتاب وثلاث ايام ونقتله. الكلام ده كله متعارض مع الحداثة. ما تقوليش اقدر اعالجك دلوقتي بالحجامة وتقعد تبررني وتقول لي اصل الحجامه بتعمل دم فاسد. ما فيش حاجه اسمها دم فاسد علميا، يبقى خلاص حسمناها. ما تقوليش انا عشان قلت لك كذا يبقى انت مرتد. لا، العلم بيقول نقطه دم بتعرفك كل هذا البني ادم فيه ايه من امراض والى اخره. لكن ما تقوليش ان الحجامه عشان اتقالت زمان في صدر الإسلام يبقى لازم. الحقيقة ليست بقدمها أو مكانة قائلها، ده اللي هيحسم لنا المسألة. الحقيقة ليست بقدمها، إنها من 1000 سنة تبقى حقيقة أو من 1400 سنة تبقى حقيقة، وليست بمكانة قائلها مهما كان. الحقيقة المجربة، التجربة قالت صح اهلا وسهلا، قالت غلط يبقى دي مش حقيقة. وليست ايضا بعدد معتنقيها. الثلاث حاجات دول لو في دماغنا هنستريح. فكرة بيعتنقها 1000000 وفكرة بيعتنقها 5، فرض على هذا المجتمع ان يدافع عن حق الخمسة في فكرته بس. وهذا ما يقوله المنهج العلمي في التفكير.
أنا دخلت الكلية كان القرحة في الجهاز الهضمي في المعدة ولا في الاثنى عشر، بتتعمل عمليات والعملية كانت بتتفتح والبطن بتتفتح والدنيا كانت. اتخرجت راجل اكتشف ان القرحة دي جرثومة حلزونية، نوع من انواع الجرثومات يتعالج بمضاد حيوي في اسبوع 10 ايام وخلصنا. هل حد رفع قضية ازدراء؟ الراجل اللي كان بيفتح بالجراحة رفع قضية ازدراء على الراجل اللي اكتشف انها جرثومة حلزونية؟ لا. هو ده العلم، ده العلم بيقول له لا جادلني وغلطني عشان نوصل للحقيقة. فدي ببساطة المسألة. إيزيس التنوير ايه خطواته؟ انا الحقيقة قلت في كلامي عليك انت دور وفي دور، انا قلت على الدولة عامة في منشتات مش في تفاصيل، وعليكي ان انت ما تمسكيش العصاية من النص، بتناقشي 5 بتناقشي 20 موجودة في مجتمع، موجودة في شغلك، رأيك هو رأيك. فمسألة ان الواحد يمسك العصاية من النص ويبدأ يروج افكار هي مجرد مسكنات، ده غير مطلوب. مصر تعاني من الاسكيزوفرينيا. الاسكيزوفرينيا في الطب النفسي لا تعالج بالاقراص. استاذنا دكتور احمد عكاشة مسمي الصدمات الكهربائيه اللي احنا بنشوفها في التلفزيون دي تنظيم ايقاع المخ. فاحنا في مصر التنوير عايز تنظيم ايقاع المخ، عايز صدمه كهربائيه. عشان كده ساعات الواحد بيبقى على الطرف الاخر قوي قوي عشان يصدم اللي قدامه، يعني صدمه واستفزاز متعمد. يعني لما تكوني بتكلمي في التاريخ مثلا، هم نفسهم ان انت تقولي اصل التاريخ كان فيه اضاءة وكان مش عارف مين فات على مين وشاف مين وهو ده داخل البتاع فهيحصل كذا. لا، انت ممكن تروحي للناحية التانية وتجيبي لقطات حقيقية فيها مشاكل عشان تصدمي اللي قدامك ويفوق. لكن لو بدأنا نقعد نجيب من هنا ومن هنا هو هيمشي مع التيار السائد وخلاص. انت معاك حق يا وائل في حكاية نقابة الأشراف. طبعا بس مسألة الدم الأزرق في مجتمعات كتيرة، بس هي أخدة صبغة دينية، أنا معاك، وناس بتاخد خرايط وتروح تدور على الخريطة وينتهي النسب بالنبي والكلام ده، وده ممكن يديله مكانة اجتماعية. هي دي المشكلة يا سيدي، دور على الخريطة وعلق في بيتك نسبك لغاية آدم، ما عنديش مشكلة معاك، ما عنديش مشكلة معاك ان انت تقول لي في جن عندك في البيت، ما عنديش مشكلة معاك خالص. لكن مشكلة معاك لما تقول لي ان الجن دوت تعالى نعمل تحقيق نيابة او بوليس ان الجن ده حرق القرية الفلانية في المحافظة الفلانية، وده على فكرة حصل، انا بقولش حاجات، في حرائق تمت في قرى وتجد الخبر نازل بطريقة غريبة جدا، واتجه البوليس الى اخر القرية ووجد واحد بيتمتم بتمتمات وتعاويز ومش عارف، لما القبض عليه والقرية اتعرفت عليه. يبقى احنا بقى هنا في مسألة عبثية. انت مقتنع يا سيدي اقتنع، لكن ما تقوليش الجن حرق قرية، لان احنا بقى هي دي العلمانية ببساطة. لو انت عايز تشرح لواحد العلمانية ببساطة هتقول له يا سيدي اعتنق ما شئت وافكارك زي ما انت عايز،
بس ما تطلعهاش خارج باب البيت او باب المعبد او الجامع او الكنيسة اللي انت فيه، ما تحولهاش لتحقيق نيابة وبلاغ بوليس وناس تستنزف من وقتها عشان تشوف الكلام ده. حاتم مبادئ التعارف والمواطنة، التعايش والمواطنة، ايوه تمام. والجمعيات فعلا، الجامعات العلمانية، انا نسيت فعلا يعني في كلامنا لا نحمل الازهر كل المشكلة. نصر ابو زيد كان في جامعة القاهرة، نصر حامد ابو زيد كان راجل بيقدم بحث علمي بسيط جدا 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 زيه اتعمل مليون مرة. وعبد الصبور شاهين هو اللي كان، وهذا رجل في جامعة المفروض انها علمانية وانتهت بحكم ديني، وهو التفريق ما بينه وبين مراته التي هي استاذة ايضا في هذه الجامعة، استاذة لغة فرنسية تقريبا. اذا نحن امام خطر اشد، وهو ان جامعة القاهرة التي وقف امامها طه حسين في اول رسالة الدكتوراه الان تمنع تماما الخوض في مثل هذه المسائل وتجديد او اصلاح الخطاب الديني زي ما احنا بنقول بدخول العلوم الحديثة زي اللسانيات اللي بيسموها اللغويات. يعني لازم ندرس ايه الكلمات السريانية اللي موجودة في القرآن، ايه الكلمات العبرية اللي موجودة، ايه الآرامية دي دخلت ازاي، وجذر اللغة دي ايه، دي عالم تاني. لازم ندرس الأديان المقارنة، ملحمة جلجامش دي عملت ايه في، وليه مسألة التشابه ما بين الملاحم السومرية او الاشورية او حتى الفارسية بحاجات موجودة عندنا في الدين الاسلامي. هو ممنوع حد يقول كده، دي حقائق يا جماعة. لما خزعل الماجدي جه عندي في البرنامج في الغد وقال يا جماعة احنا ما لقيناش حفريات في لأي نبي موجود، وانا راجل بتاع علم ومش هعرف اتكلم الا بحفريات وبآثار ولازم احفر في مكة الممنوع ان انت تعمل فيها حفر الى اخره، يبقى انا هوصل لعلم ازاي؟ خلاص يبقى احنا هنفضل نتناقش في مسائل نصوص ومش موجود عندنا. يعني عندما يتساءل باحث ويقول لك فين مسألة شق البحر بالنسبة لموسى في اي جدار فرعوني معبد او الى اخره، مش هخرجه من الدين لكن هقول له تعال ندور، واللي هيفصل ما بيني وما بينك هنقعد ندور في النقوش اللي على المعابد دي ونشوف. من حقه يقول. فمسألة علم الأديان المقارنة، اللسانيات، اللغويات، كل هذه علوم الاجتماع، كل هذه الإضاءات لابد أن تكون على النصوص الدينية ونسمح بها في الجامعات وحتى جامعة الأزهر، لأن الفلسفة كعلم من علوم أو زي ما كانوا بيسموها علم الكلام كانت بتناقش كلام أخطر من كده وكان سقفها عالي جدا جدا جدا. لكن احنا دفننا المعتزلة، دفننا ابن رشد لصالح ابن تيمية، ده اللي حصل. وطبعا المواطنة، وهناك شرطة قدام البهائي ليست مواطنة، بطاقة شخصية فيها خان الديانة، والبهائي يتحط عليه شرطة وكأنه من كوكب آخر، هذا ضد المواطنة على الإطلاق. الزوجة البهائية اللي متجوزة ما بتورث، هذه مواطنة؟ يعني يكفي ان انا اقول لكم ان بيكار اجمل واطيب انسان واجمل رسام في مصر كان بهائيا، يعني دول مش شياطين يا جماعة نازلين بقرون،
وبيطلعوا من بقهم نار. الناس عاديين زينا زيهم بالظبط، فليه هذا التعامل مع البهائيين اللي هو ضد مفردات المواطنة أساسا؟ هويدا الفاتورة بشكل خفيف، ده اللي أنا بقوله، ده اللي أنا بقوله، إن اختلاق صراع حدي أو معادلة صفرية ما بين الملحد والمتدين، وبرضو بحطها اللي في حاله اللي ما بيحولش تدينه لأسلحة موجودة في الشارع أو عقبات أو عراقيل أمام التقدم، لابد إن احنا نخففها، ولكن يعلن كل واحد رأيه بكل صراحة وبكل وضوح وبدون ما يتحط في السجن ويرجع بيته آمن مطمئن. ده المطلوب. الفن، الفن ما بيطلعش إرهابي فيه معظمه برضو، عشان نتكلم علم يعني، للأسف للأسف، ودول ندرة يعني. في مثل عكسي خالص بالنسبة لكلامك، فضل شاكر، هذا الصوت الجميل والفنان الرائع تحول فجأة إلى إرهابي شايل سلاح في لبنان وقعد يضرب في الناس. طيب فضل شاكر ده ما هو كان فنان؟ لا، احنا بنقول الفن بشكل زي ما يكون داخل نسيبه الروحي، مش مجرد عزف أو غنى، من الممكن جدا أن يكون على السطح فقط لا غير، لكن الفن في مجموعه بالنسبة لمجتمع بحاله هيخليه أكثر استمرار. إزاي أنا كطبيب أسنان أحمد طه أتحرك ناحية التنوير؟ إن أنت تكون نموذج، إن أنت تكون نموذج يعني مش صادم اجتماعيا بتعمد. يعني أنا مثلا باخد كتير قوي على ناس ممكن ما يكونش صايم رمضان، لكن تعمد ان انت تدخل في مثلا مجتمع قاعدين مثلا عزاء او بتاع او مش عارف ايه عاملينه قدام البيت في رمضان وعايز تاكل مثلا. انا بسمي ده برضو يعني تحرش، زي التحرش اللي بيحصل من الصائمين لواحد قاعد بياكل في الشارع. يعني انا مش داخل عليكم عايز اكل عشان اقرفكم، اتحرش بيكم. نفس الكلام ما تعملوش مع واحد بياكل في الشارع عادي جدا وتقبض عليه. فانا شايف ان مساله النموذج، مش هقول لك ابقى نموذج مختلف عن اللي في دماغك، لكن لو انت دكتور كويس وبتعامل البني ادم ده بانسانيه هيترجم، هتضيع الخطيئة او الاستجمة اللي عليك ان ده علماني، علماني يعني راجل حرامي، راجل خمرجي، راجل بيعمل، راجل. والله اللي انا شايفه من احمد كطبيب اسنان راجل ممتاز وراجل بيعطف على الفقير وراجل كذا 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 كذا، خلاص. فانت بتعيش في مجتمعك منسجم، بس بتقول ارائك، بتقول ارائك بكل، زي ما احنا عايشين. انا عايش في محافظة هي مهد الاخوان المسلمين، بتتحرك عادي، في اخطار، في تهديدات، في مش عارف ايه، بس مستوعبة لانك انسانيا الناس شايفة منك حاجة تانية خالص غير الصورة الذهنية اللي بتصدر عنك الناس اللي بتحتك بيك. فده اللي انا عايزه منك انت شخصيا او من اي حد في مجال التنوير. اخر حاجة لاني ايه، رامي، حدود الحرية. مسألة الفطرة البشرية، انت تعرف الفطرة البشرية بمفهومك. هل انت ماسك حاجة اسمها الفطرة البشرية في ايدك ومتأكد
أنها فطرة بشرية، يعني فطرة كل البشر. هل ده في ذهنك أو ماسكه بإيدك؟ لازم بقى إيه ساعتها هو يتكلم بقى يجاوب. معلش تفضل. جميل. هذه التنويعات الإنسانية مسألة التحول الجنسي، ناخد حاجة احنا بنشوفها ومرفوضة في مجتمع او بتحارب في مجتمعنا بشكل فظيع جدا، وانا مثلا اعرف معرفة شخصية الراقصة سالي اللي هي كانت سيد وبقت سالي، انسانة عادية جدا وغلبانة جدا، كل طموحها كان يدخل كلية الطب بنين بنات، لان هو حاسس بانه عايز يتحول جنسيا. لو العلم قال لك، لو العلم قال لك ان هناك بصمة مخية XX وXY، هذه كروموزومية كروموزوم، لكن هناك تحديد جنس اعلى قال عنه العلم وهو الجنس المخي. انا جسمي راجل، حد يقول لك انا جسمي راجل ولكني مخي انا عايز ابقى امرأة. هل العلم بيقول له دي بمجرد افتكاسة من دماغك كده تبقى امرأة؟ لا، العلم برضو حاطط قواعد، علم السيكاتري حاطط قواعد، هتتعالج نفسيا لمدة كذا شهر، هتقاس هرموناتك وهتقاس وهتعمل مش عارف ايه، في معايير وبروتوكول. العلم والطب كل حاجة ليها بروتوكول، من اول علاج الاسهال لغاية علاج التحول الجنسي. كل ده عملته وما زال هذا الشخص مصرا على انه بصمته المخية بنت، بتعمل له عملية تحويل جنسي بمنتهى البساطة. وعلى فكرة مصر كانت في الستينات والسبعينات بتعمل عمليات تحويل جنسي عادي جدا، كنا نفتح كاميرا 9 بتاعت اماني ناشد دي كل شهر نلاقي ضيف، واحدة اتحولت واحد وواحد اتحول بنت، وهناك دكتور شهير جدا كانوا بيجوله من بره يعمل تحويل جنسي اسمه دكتور البحيري استاذ طب التجميل في اسكندرية، وكانت هناك عمليات باسمه. يعني دي ما كانتش حاجة عجيبة خالص نهائي، ولكن المجتمع لما يرفض ان سيد ده بتبقى سالي وتعيش أزمة مرعبة ويفصلوها من الكلية وتضطر تشتغل رقاصة ونقعد نتريق عليها انها اشتغلت رقاصة، ما هو مش لاقية تاكل، انت المجتمع عادي يزنقها ويضربها ويعملها وتروح نقابة الأطباء كمان مش عايزة تساعدها، والدكتور اللي عمل لها العملية يروح فتوكر وتترفع عليه قضية. يبقى مسألة كلمة الفطرة البشرية المتفق عليها نضعها أمام كتب العلم، العلم قال كذا يبقى كذا، اشمعنى لما بتروح تعمل زايدة دودية بتحترم كتاب الجهاز الهضمي وجراحة الجهاز الهضمي؟ الراجل ما بيفتح لكش من ظهرك عشان يشيل الزايدة الدودية، يفتح لك من مكان معين، البروتوكول بتاع كل الجراحين من زيمبابوي لغاية امريكا عارفين انهم هيفتحوا كده. ايش معنى في السيكاتري ده اللي احنا بنقعد ننقي بقى على مزاجنا الديني ومزاجنا الاجتماعي؟ وهو ده علم، علم الامراض النفسية زيه زي الجهاز الدوري. طبعا الجهاز التناسلي ده عندنا حكاية، ده لوحده، ده خارج قوانين الكون، الجهاز الهضمي والجهاز الدوري ليه علمه، لكن ندخل بقى في الجهاز التناسلي لا، زي الحصة بتاعت الاعدادي اللي كانت ما بتتقالش خالص دي وما كانتش بتيجي في الامتحان.
لان عيب ان انت تتكلم في الجهاز التناسلي. فالحقيقه انا بس عايز الم الموضوع كده في الاخر، لابد ان انت او احنا جميعا نتفق على استقبال كل افكار جديده بدون هذا الجدار الفولاذي اللي يمنعنا من التنفس زي ما سام كده اوراق النباتات. لابد ان احنا ناخد عشان نصنع الكلوروفيل والخضار والنماء لازم نستقبل وما نقولش لا لاي فكره، فلترها، لكن مجرد ان انت مش عايز تسمعها كمان ومش عايز تحللها ومش عايز تبقى حيادي لغايه ما تقبل او ترفض فهذا مرفوض. شكرا جزيلا ليكم. معلش يا عبد الله، انا ما لقيتش سؤال. هو عبد الله كان بيتكلم على انه شيخ الازهر اجبر على هذا، يعني في نهايه هذه الامسيه الثقافيه التي جاءت بعنوان التنوع الثقافي والحداثه، لا يسعنا الا ان نتوجه بخالص الشكر والتقدير لحضوركم الكريم على تشريفكم لصالون هذه الليله، وطبعا الشكر موصول ومقدر لدكتور خالد منتصر الطبيب والكاتب والمفكر، على امل بلقاء قريب معه يعني كمان شهرين ثلاثه. شكرا دكتور خالد، شكرا لحضرتك.